بحث مدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبي ورئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني التعاون في مجالات التدريب المهني، وتم خلال اللقاء التأكيد على دور المؤسسة في تزويد المتدربين بالمهارات غير التقليدية المطلوبة في سوق العمل من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز مهاراتهم. في لقاء مع شركائنا في مجلس محافظة عجلون مشكورين لطرح المشاريع اللي يمنوا تنفيذها إن شاء الله بالعام 2025 والعام 2026 لتنفيذ عدة برامج تدريبية في المجال التدريب السياحي والفندقي والزراعي واستحداث مشاغل تدريبية تتواءم مع احتياجات سوق العمل. باب تعزيز التشاركية بيننا وبينهم، احنا على مدار 8 سنين في مجلس المحافظة متعاونين جدا مع معهد التدريب المهني، وما شاهدناه اليوم بتلج الصدر وبرفع الرأس وكل الجهود المبذولة لخدمة شبابنا وبناتنا من أجل تخفيف البطالة، وهذا المركز مشهود له بالتشغيل والتدريب الجيد، وإن شاء الله مجلس المحافظة مجتمع ما راح يقصر مع معهد التدريب المهني في عجلون، وراح يقدم لنا كل الخدمات اللي ممكن تساعد في تطوير البنية التحتية وتطوير البرامج التدريبية لمعهد التدريب المهني في عجلون.